الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النور المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين. اللهم علمنا علما نافعا ينفعنا ويقربنا إليك وترضى به عنا يا حي يا قيوم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بداية، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وطيب الله عز وجل أوقاتكم جميعا بالخير والعافية. لازلنا في سلسلة الدروس المنهجية في مادة الحديث الشريف، واليوم نصل بعون الله سبحانه وتعالى إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يتكلم فيه عن الحشر. بداية نذكر الحديث، ثم بعد ذلك نعرف بالراوي بشيء قليل من الترجمة، ثم بعد ذلك ننتقل إلى المعنى العام للحديث، ثم المباحث العربية، ثم فقه الحديث، وأخيرا نختم حديثنا بعون الله سبحانه وتعالى، نختمه بما يستفاد من دراسة هذا الحديث، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على إلقاء المادة العلمية، وأن يفتح علينا وعليكم جميعا فتوح العارفين بالله، وأن يوفقنا جميعا إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يرفع عن بلادنا الكروب والحروب والمحن، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يعجل بنصرنا على المعتدين، وأن يرحم شهداءنا، وأن يتقبله وأن يتقبلهم عنده بأحسن قبول، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حديث اليوم اخترنا له عنوانا، هذا العنوان هو حال الناس عند الحشر. حال الناس عند الحشر. نص الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحشرون حفاة عراة غرلا. قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: فقلت يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟ فقال: الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. رواه البخاري. نعيد قراءة الحديث مرة أخرى. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحشرون حفاة، تحشرون حفاة عراة غرلا. قالت عائشة: فقلت يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. رواه البخاري. هذا الحديث قلنا عنوانه حال الناس عند الحشر. حال الناس عند الحشر. روت هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم السيدة الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها وأرضاها. روت هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها وأرضاها. عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهي من أمهات المؤمنين. عائشة رضي الله عنها وأرضاها من أمهات المؤمنين، حيث إنها زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. حيث إنها زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. عائشة رضي الله عنها وأرضاها أسلمت صغيرة، أسلمت صغيرة بعد 18 شخصا. أسلمت
صغيرة بعد 18 شخصا، حيث إنها من السابقين أو من السابقات إلى الإسلام رضي الله عنها وأرضاها. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثانية من الهجرة. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثانية من الهجرة. حسبها أو كفاها شرفا أن الله عز وجل أنزل في شأنها قرآنا. حسبها وكفاها شرفا أن الله عز وجل أنزل في شأنها قرآنا لا يزال يتلى إلى يوم القيامة. فالقرآن محفوظ لقول الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنزل الله عز وجل في شأنها قرآنا. هذه الآيات أو هذا القرآن الذي نزل، نزل في شأن براءتها، نزل في شأن براءتها من قصة في قصة الإفك التي نسبت إليها كذبا وزورا وبهتانا. ثم بعد ذلك بلغ عدد الأحاديث التي روتها السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، بلغ عددها 2210 أحاديث روت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، 2210 أحاديث. فهي من المكثرين في الرواية، فهي من المكثرين في الرواية رضي الله عنها وأرضاها. السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها مدحها الإمام الزهري ابن شهاب الزهري، العلامة الكبير، الإمام العالم بالفقه والعالم بالحديث، مدحها وأثنى عليها وقال في شأنها: ما رأيت أحدا أعلم بطب ولا شعر ولا فقه من عائشة رضي الله عنها وأرضاها. توفيت سنة 57 لهجرة رسول من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفاتها كانت في سنة 57 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وأرضاها، ورضي عن جميع أمهات المؤمنين. هذا بالنسبة للتعريف براوية الحديث، هذا بالنسبة للتعريف براوية الحديث، وهي السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. بعد ذلك نأتي إلى المعنى العام. بعدما تكلمنا عن التعريف براوية للحديث، ننتقل بعد ذلك إلى المعنى العام. المعنى العام للحديث: النبي صلى الله عليه وسلم يصف في هذا الحديث حال الناس عند الحشر. يصف النبي صلى الله عليه وسلم حال الناس عند الحشر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر عليه الصلاة والسلام أن الناس يحشرون يوم القيامة حفاة بلا نعل يستر أقدامهم، ولا خف يلبسونه، ولا شيء يستر أقدامهم البتة، وحشرهم كذلك حفاة عراة بلا شيء يستر أجسادهم، حفاة عراة غرلا أي غير مختونين كما خلقهم الله سبحانه وتعالى. السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها لم تستغرب في حشر الناس يوم القيامة حفاة، ولم تستغرب في حشرهم عراة، ولكنها استغربت من حشر الناس غرلا. السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها راجعت الرسول صلى الله عليه وسلم، أو راجعت زوجها الرسول صلى الله عليه وسلم، راجعته في قوله عليه الصلاة والسلام غرلا. السيدة عائشة وجميع الناس طبع في جميع نفوس الناس استقباح كشف العورة، استقباح كشف العورة. هذا الأمر أمر مستقبح،
أمر مستقبح. فالسيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت للرسول صلى الله عليه وسلم: الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. وفي رواية أخرى: الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى سوءة بعض، إلى سوءة بعض. وسميت العورة سوءة لأنه يسوء كشفها. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها وقال لها، بمعنى الحديث، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: الناس في شغل عن النظر إلى العورات. مصداق ذلك قول الله تعالى: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. هذا هو المعنى العام للحديث، هذا هو المعنى العام للحديث. بعد ذلك نأتي إلى المباحث العربية، بعد ذلك نأتي إلى المباحث العربية. بعدما تعرفنا براوية الحديث وقرأنا الحديث أولا وعرفنا بالراوية للحديث رضي الله عنها وأرضاها وأتينا بالمعنى العام، نأتي بعد ذلك إلى المباحث العربية، نأتي بعد ذلك إلى المباحث العربية. وأول كلمة تصادفنا في هذا الحديث هي كلمة تحشرون. أول كلمة تصادفنا هي كلمة تحشرون. أول حاجة، السؤال المتبادر إلى الذهن وقد يأتي في الأسئلة: لمن الخطاب في الحديث؟ لمن الخطاب في هذا الحديث؟ الإجابة: الخطاب هنا للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ومن شاكلهم في الإنسانية، ومن شاكلهم في الإنسانية. فنقول: الخطاب للصحابة وجميع الناس، وجميع الناس. في قاعدة تقول: خصوص السبب، خصوص السبب لا يمنع من عموم اللفظ، لا يمنع من عموم اللفظ. ما يجيش واحد يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الصحابة، ولسنا من الصحابة فالخطاب لا يعمنا، نقول لا. العلماء قالوا: خصوص السبب لا يمنع من عموم اللفظ، خصوص السبب لا يمنع من عموم اللفظ. في آيات في القرآن الكريم اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم، اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتعداه إلى الأمة، لا تتعداه إلى الأمة. زي مثلا قول الله سبحانه وتعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. هل يصح النكاح بلفظ الهبة بدون ذكر الصداق؟ السادة الملكية لا يقولون بذلك، ويقولون إنه لا يصح النكاح بلفظ الهبة إلا إذا ذكر مع لفظ الهبة الصداق. لمن الخطاب في هذا الحديث؟ الخطاب للصحابة وجميع الناس، لأن خصوص السبب لا يمنع من عموم اللفظ. بعد ذلك، ما المراد بالحشر؟ ما المراد بالحشر؟ هذا السؤال الثاني. السؤال الثاني: ما المراد بالحشر؟ ما المراد بالحشر؟ هذا سؤال يتبادر إلى الذهن، هذا سؤال يتبادر إلى الذهن ويحتاج إلى الإجابة. الحشر هو إخراج الجماعة عن مقرهم، إخراج الجماعة عن مقرهم وإزعاجهم عنه. ما المراد بالحشر؟ الحشر هو إخراج الجماعة عن مقرهم وإزعاجهم عنه. هناك ضابط آخر بالنسبة للحشر: ولا يقال حشر إلا في حق الجماعة، لا يقال حشر إلا في حق الجماعة، لا يقال حشر إلا في حق الجماعة لا غير. ثم بعد ذلك: لا يخلو الحال إما أن يكون هذا الحشر في الدنيا
وإما أن يكون الحشر في الآخرة، وإما أن يكون الحشر في الآخرة. الحشر في الدنيا له أمثلة، له أمثلة، والحشر في الآخرة وهو ما ذكره حديث الباب، وهو ما ذكره حديث الباب أي هذا الحديث. الحشر في الدنيا قال الله تعالى: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، هذا مثال في حشر في الدنيا. وكذلك الحال مثاله كذلك حشر يهود بني قريظة إلى خيبر، حشر يهود، حشر يهود بني قريظة إلى خيبر. والحشر في الدنيا هو ما ذكره حديث الباب. ما المراد به؟ هو سوق الأموات من قبورهم، سوق الأموات من قبورهم بعد بعثهم، بعد بعثهم أحياء، سوق الأموات من قبورهم بعد بعثهم إلى الموقف، هذا هو المراد في الحديث، وهو حشر في الآخرة، حشر في الآخرة. نعيد مرة أخرى: لا يقال حشر إلا في حق الجماعة، لا يقال حشر إلا في حق الجماعة، هذا أولا. وبعد ذلك قد يكون الحشر في الدنيا وقد يكون الحشر في الآخرة. الحشر في الدنيا مثاله قول الله تعالى: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. وكذلك مثاله حشر يهود بني قريظة إلى خيبر. الحشر في الآخرة ما المراد به؟ سوق الأموات من قبورهم بعد بعثهم إلى الموقف، وهو مراد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وهو مراد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. طبعا على كل واحد منا أن يؤمن بالحشر. ما هو حكم الإيمان بالحشر؟ ما هو حكم الإيمان بالحشر؟ طبعا الحشر من أعمال اليوم الآخر، وركن من أركان الإيمان، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان. الشيخ الدردير ماذا قال؟ قال: ويلزم الإيمان بالحساب، ويلزم الإيمان بالحساب والحشر والثواب والعقاب. الشيخ الدردير عليه رحمة الله قال في الخريدة: ويلزم الإيمان بالحساب والحشر والثواب والعقاب. هذه من الأمور التي يلزم الإيمان بها، والنشر والصراط والميزان والحوض والنيران والجنان، بعد ذلك والجن والأملاك ثم الأنبياء، والحور والولدان ثم الأولياء، وكل ما جاء عن البشير من كل حكم صار كالضروري. هكذا قال الشيخ الدردير عليه رحمة الله في الخريدة. فيبقى الحشر من أعمال اليوم الآخر، والإيمان بالحشر ركن من أركان الإيمان، ركن من أركان الإيمان. بعد ذلك، بعد ذلك نأتي إلى المباحث العربية، نأتي إلى المباحث العربية. وأول كلمة تصادفنا أي بعد كلمة تحشرون هي كلمة حفاة، تحشرون حفاة، تحشرون حفاة. لفظة حفاة جمع، لفظة حفاة جمع، مفردها حاف، مفردها حاف. وما مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تحشرون حفاة؟ أي بلا نعل يستر أقدامكم ولا خف ولا شيء، هذا هو المراد. حفاة
جمع حاف، والمراد من قول النبي صلى الله عليه وسلم تحشرون حفاة، أي بلا نعل يستر أقدامكم ولا خف ولا شيء. اللفظة الأخرى لفظة عراه، لفظة عراه، عراه جمع عار، عراه جمع عار، ومراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تحشرون حفاة عراة، أي بلا شيء يستر أجسادكم، أي بلا شيء يستر أجسادكم. هذه هي اللفظة الثانية، هذه هي اللفظة الثانية، والمعنى سهل وبسيط، معنى سهل وبسيط، تحشرون حفاة عراة. اللفظة الرابعة من المباحث العربية هي لفظة تحشرون حفاة عراة غرلا. غرلا جمع، مفردها أغرل، غرلا جمع ومفردها أغرل. وما المراد بالأغرل؟ هو الأقلف، هو أو هو الأغلف، صحيحان لفظان صحيحان، الأقلف أو الأغلف الذي لم يختن، الذي لم يختن، ختان إزالة القلفة. غرلا جمع أغرل، والمراد بالأغرف والمراد بالأغرل هو الصبي الأقلف أو الأغلف الذي لم يختن، الذي لم يختن. تحشرون حفاة عراة غرلا، تحشرون حفاة عراة غرلا. المعنى، المعنى من قول النبي صلى الله عليه وسلم غرلا أن ما قطع من الإنسان حال الحياة يعاد إلى الجسد حال الحشر، يعاد إلى الجسد يبعثهم الله سبحانه وتعالى أحياء، ثم بعد ذلك يساقون إلى أرض المحشر ويعاد إلى أجسادهم كل ما قطع منهم حال الدنيا، كل ما قطع منهم حال الدنيا. بعد ذلك الرجال والنساء، الرجال والنساء، الرجال والنساء. الرجال والنساء، الكلام هنا على سبيل الاستفهام، الكلام هنا على سبيل الاستفهام، وإن لم يكن الاستفهام مذكورا في الحديث، لأن تقدير الكلام السيدة عائشة أرادت مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هذا الحديث استفاد العلماء حكما، هذا الحكم مفاده، استنبط هذا الحكم من هذا الحديث، مفاد هذا الحكم جواز مراجعة المستمع للمعلم، جواز مراجعة المستمع للمعلم إذا حدث للمستمع استغراب أو اندهاش أو تعجب أو غير ذلك، جوز له العلماء أن يراجع شيخه في هذه المعلومة التي يستغربها. السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، وكأن السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: هل الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، ينظر بعضهم إلى بعض؟ كما قلنا سابقا، كما قلنا سابقا، طبع في النفوس استقباح كشف العورة، وطبع في النفوس استقباح النظر إليها. فالسيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها عندما علمت أن الرجال والنساء يحشرون جميعا، ويحشرون كما خلقهم الله سبحانه وتعالى، ويعاد إلى أجسادهم كل ما قطع منها حال الدنيا، حتى القلفة التي يقطعها الخاتم من ذكر الصبي تعاد إليه حال الحشر،
السيدة عائشة استغربت، قالت له يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. الرجال والنساء، الرجال مبتدأ، الرجال مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والنساء معطوفة على الرجال، والمعطوف على المرفوع مرفوع، والمعطوف على المرفوع مرفوع. الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، طبعا كل مبتدأ لابد له من خبر، والخبر الجزء المتم الفائدة، كالله بر والأيادي شاهدة. الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، أين الخبر؟ يجيك سؤال في الامتحان ويقال لك فيه الرجال والنساء، الرجال مبتدأ والواو واو العطف، والنساء معطوفة على الرجال، والمعطوف على المرفوع مرفوع، فأين الخبر؟ أين الخبر؟ أين الخبر في هذا الحديث؟ طبعا الخبر مختلف فيه، الخبر مختلف فيه. هناك من جعل الخبر مقدرا، قل هناك من جعل الخبر مقدرا، وهناك من لم يقدر وجعل الخبر هو الظاهرة، هو جعل الخبر الظاهرة في الحديث، جعل الخبر الظاهرة في الحديث. من قدر قال تقدير الكلام، هل الرجال والنساء يحشرون جميعا؟ يحشرون جملة فعلية، فعل مضارع مرفوع علامة رفع ثبوت النون، والواو واو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، في محل رفع فاعل. هل الرجال والنساء يحشرون جميعا؟ قال هذا هو الخبر، هذا هو الخبر، نوع جملة فعلية، هذا بالنسبة لمن قدر. من قدر قال إن كلمة الرجال مبتدأ، والواو واو العطف، والنساء معطوفة على الرجال، والخبر محذوف مفهوم من السياق، تقديره هل الرجال أو هل الرجال والنساء يحشرون جميعا، يحشرون جميعا. باهي، بعد ذلك من لم يقدر ماذا قال؟ قال الخبر هو قول النبي صلى الله عليه وسلم، الرجال مبتدأ والواو والعطف، والنساء معطوف على الرجال، معطوف على المرفوع مرفوع. الجملة الفعلية ينظر بعضهم إلى بعض، هذه الجملة بعدما تكمل الإعراب تقول إن هذه الجملة في محل رفع خبر المبتدأ الرجال. ينظر فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، وبعض فاعل مرفوع ومضاف والضمير المتصل في محل جر مضاف إليه، إلى بعض جار ومجرور. نعيد مرة أخرى، الرجال مبتدأ فأين الخبر؟ هناك من قدره قال الخبر جملة فعلية محذوفة مفهومة من السياق، تقدير الكلام الرجال والنساء يحشرون جميعا. من لم يقدر وجعل الخبر ظاهرا قال الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، ينظر بعضهم إلى بعض بعدما تكمل الإعراب تقول إن الخبر جملة فعلية للمبتدأ الرجال. لا يزال الكلام، لا يزال الكلام. طبعا في قاعدة في النحو تقول الجمل بعد النكرات صفات، الجمل بعد النكرات صفات، وبعد المعارف أحوال. الجمل بعد النكرات صفات، وبعد المعارف أحوال، بعد المعارف أحوال. طبعا هذا الكلام على رأي من قدر الخبر، على رأي من قدر الخبر، الرجال مبتدأ واو الواو واو العطف، النساء معطوفة على الرجال، والمعطوف على المرفوع مرفوع، الخبر محذوف مفهوم من السياق، تقديره الرجال والنساء يحشرون جميعا. بعد ذلك ينظر بعضهم إلى بعض، ينظر بعضهم إلى بعض.
هذه الجملة هذه الجملة ينظر بعضهم إلى بعض في محل نصب حال، في محل نصب حال، لأنها جاءت بعد معارف، جاءت بعد معارف. بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. المراد بقوله ذلك أي النظر، أي النظر إلى العورات، أي النظر إلى العورات، هذا هو المراد بقوله ذلك. يهمهم أي يشغلهم، يهمهم أي يشغلهم. طبعا يهمهم مأخوذة من الفعل الرباعي أهم، مأخوذة من الفعل الرباعي أهم، فهي بضم الياء، فهي بضم الياء. إذا وجدت في بعض الروايات مفتوحة الياء، مفتوحة الياء، فهي ليست مأخوذة من أهم، لأن المأخوذة من أهم مضمومة الياء، مضمومة الياء. المراد بقوله يهمهم أي يشغلهم، أي يشغلهم. وبالنسبة لرواية الفتح، لرواية الفتح مأخوذة من همه الشيء، مأخوذة من همه الشيء إذا أذى. بعد ذلك ابن حجر عليه رحمة الله، الحافظ الحافظ ابن حجر العسقلاني أو الحافظ فقط، إذا أطلقت في علم الحديث كلمة الحافظ فهي تنصرف إلى العلامة ابن حجر العسقلاني صاحب فتح الباري بشرح صحيح البخاري، بشرح صحيح البخاري. وفي الحقيقة كثير من كلام الشيخ موسى شاهين لاشين في هذا الكتاب مأخوذ من فتح الباري بشرح صحيح البخاري، بشرح صحيح البخاري. قال ابن حجر العسقلاني: بضم الياء أفصح من فتحها، بضم الياء أفصح من فتحها. هذا بالنسبة للمباحث العربية. نرجو من الله سبحانه وتعالى أن نكون قد وفقنا في أداء المهمة التي أوكلت إلينا. نأتي بعد ذلك إلى فقه الحديث. أستأذنكم في المحو، نأتي بعد ذلك إلى فقه الحديث، إلى فقه الحديث. وردت أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الأحاديث وصف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أرض المحشر، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث بأن أرض المحشر أرض بيضاء نقية وكأنها فضة خالصة، وبأنها لا حدب فيها ولا اعوجاج، ولا يوجد فيها شيء قائم يستر ما وراءه، فهي أرض مستوية، فهي أرض مستوية، ولم يسفك عليها دم حرام، ولم تعمل فوقها خطيئة. هكذا ورد في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة لأرض المحشر. لكن هذا الحديث يتعارض ظاهره مع حديثين اثنين، مع حديثين اثنين. الحديث الأول الذي يتعارض معه هذا الحديث، هذا الحديث رواه أبو داود، تكتب بواو واحدة وتقرأ بواوين، وصححه ورواه ابن حبان كذلك، رواه ابن حبان كذلك في صحيحه. هذا الحديث الأول الذي يتعارض مع حديث الباب رواه أبو داود وصححه ورواه ابن حبان في صحيحه. وهذا الحديث مفاده أبو سعيد رضي الله عنه وأرضاه، أبو سعيد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاه، لما حضرته الوفاة
دعا بثياب جدد، دعا بثياب جدد فلبسها، ثم بعد ذلك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الميت يبعث في ثيابه التي مات فيها، إن الميت يبعث في ثيابه التي مات فيها. نعيد مرة أخرى حديث الباب: تحشرون حفاة عراة غرلا، تحشرون حفاة عراة غرلا، يتعارض ظاهره مع الحديث الذي رواه أبو داود وصححه ورواه ابن حبان. هذا الحديث مفاده أبو سعيد الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، لما حضرته الوفاة دعا بثياب جدد فلبسها، ثم قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الميت يبعث في ثيابه التي مات فيها. الحديث يقول: تحشرون حفاة عراة، وهذا الحديث الآخر يخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت يبعث في ثيابه التي مات فيها، يعني يبعث مكسوا لا يبعث عاريا، يبعث مكسوا لا يبعث عاريا. فظاهر حديث الباب وهذا الحديث التعارض، ظاهر حديث الباب وهذا الحديث التعارض. لكن العلماء جمعوا بين الحديثين، خير العلماء جمعوا بين الحديثين، قالوا الحديثان صحيحان، الحديثان صحيحان. الوجه الأول من وجوه الجمع، ماذا قال العلماء عن الحديث؟ قالوا: إن الإنسان حينما يبعث حيا يكون بثيابه مكسوا، يكون بثيابه مكسوا، ثم تتطاير ثيابه من على جلده، ثم تتطاير ثيابه من على جسده. هذا هو الجمع الأول. الجمع الثاني أو الفريق التالي من العلماء ماذا قالوا؟ جمعوا بين الأحاديث وقالوا: الناس صنفان، بعضهم يحشر مكسوا، وبعضهم يحشر عاريا، يحشر عاريا. العلماء قالوا عن هذا الطريق التالي من طرق الجمع: هذا الطريق ليس بشيء، يعني لا يقبل، لا يقبل. وبعض العلماء ماذا قالوا؟ بعض العلماء ماذا قالوا؟ حملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد رضي الله عنه وأرضاه: إن الميت يبعث في ثيابه التي مات فيها، حمله بعضهم على العمل، حمله بعضهم على العمل. فقد قال الله تعالى: ولباس التقوى ذلك خير. رواية قالون عن نافع المدني، رواية قالون عن نافع المدني من طريق أبي نشير: ولباس التقوى ذلك خير. بعض الروايات كرواية حفص عن عاصم: ولباس التقوى ذلك خير، ولباس التقوى ذلك خير. حمله بعضهم على العمل، فقالوا: إن المراد بالثياب التي يبعث فيها أي عمله، واستدلوا على ذلك بقول الله تعالى: ولباس التقوى ذلك خير. فقد جمعوا بين الأحاديث أو بين الحديثين، وبالتالي لا تعارض بينهما. نعيد بصورة سريعة التعارض، دفعوا العلماء فقالوا: إن الميت، طائفة الأولى من العلماء ماذا قالوا؟ قالوا: إن الميت يبعث بثيابه التي مات فيها أو التي كفن فيها، ثم بعد ذلك تتناثر من على جسده فيبعث عاريا. الفريق التالي من العلماء ماذا قالوا؟ قالوا: الناس صنفان، بعضهم يحشر عاريا وبعضهم يحشر مكسوا. كثير من العلماء قالوا: هذا الطريق من طرق الجمع ليس بشيء، أي ضعيف. الفريق الثالث من العلماء ماذا قالوا؟ قالوا: المراد باللباس العمل، المراد باللباس
العمل الصالح، لقول الله تعالى: ولباس التقوى ذلك خير، ذلك خير. هذا هو الحديث الأول الذي يتعارض مع حديث الباب. نأتي إلى الحديث الثاني، نأتي إلى الحديث الثاني. هذا الحديث الثاني في الحقيقة موجود في البخاري ومسلم، رواه البخاري ومسلم عليهما رحمة الله، وأصح الأحاديث ما رواه البخاري ومسلم، أو ما اتفق عليه البخاري ومسلم، ثم ما رواه البخاري، ثم ما رواه مسلم، وبعد ذلك ما كان على شرطهما، ما كان على شرط البخاري، ما كان على شرط مسلم، ما جاء على أو ما كان على شرط غيرهما. لأن الإمام البخاري له شرطان، الشرط الأول اللقاء والمعاصرة، والإمام مسلم تلميذ الإمام البخاري يكتفي بالمعاصرة، يكتفي بالمعاصرة. تنازع قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا: أي ذين تفضل؟ فقلت: لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم، كما فاق في حسن الصناعة مسلم. الحديث الذي يتعارض مع حديث الباب رواه البخاري ومسلم رضي الله عنهما وأرضاهما، عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس على ثلاث طرائق، يحشر الناس على ثلاث طرائق: راغبين وراهبين، راغبين وراهبين، وراهبين، واثنان على بعير، يحشر اثنان على بعير، تقدير الكلام، واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير، عشرة على بعير. الشيخ الكرماني من شراح صحيح البخاري، الشيخ الكرماني من شراح صحيح البخاري جمع بين حديث الباب وهذا الحديث، جمع بين حديث الباب وهذا الحديث، فقال رضي الله عنه وأرضاه: هذا الحشر في آخر الدنيا يوم القيامة، هذا الحشر في آخر الدنيا قبيل يوم القيامة، قبيل يوم القيامة. وحديث الباب، حديث الباب ينزل أو يكون مكانه، يكون مكانه أو يكون بعد هذا الحشر، يكون بعد هذا، بعد هذا الحشر. هذا حشر أولي، يحشر الناس على ثلاث طرائق: راغبين وراهبين، واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير. الشيخ الكرماني قال: هذا الحشر في آخر الدنيا قبيل يوم القيامة. أما الحشر الموجود في حديث الباب فهو الحشر يوم القيامة، فهو الحشر يوم القيامة. فبالتالي دفع هذا التعارض، وقال: التعبير بالاعتقاب على الإبل مجاز عن الحرص على الفرار والهرب من النار التي يبعثها الله عليهم، التي يبعثها الله عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر ماذا قال؟ إنكم تحشرون، ونحى بيده نحو الشام رجالا وركبانا، وتحشرون على وجوهكم. الشيخ موسى شاهين لاشين عليه رحمة الله من شراح كتاب، من كتاب الذي كتب كتاب المنهل الحديث الذي نحن اليوم بصدد دراسته، وهو مقرر على طلاب الثانوية الدينية، ماذا قال؟ قال: وعندي أنه يحتمل أن تكون هذه النار مجازا عما يخترعه العالم، أو عما يخترعه العالم المتمدن من أسلحة الدمار والخراب من القنابل الذرية والصواريخ الموجهة، وأن هذا الحشر سيكون عبارة عن هجر الناس من المناطق المهدمة إلى مناطق نائية حتى يأتيهم أمر الله. وقال: إشارة النبي صلى الله عليه وسلم نحو الشام ليست نصا في جعله أرض المحشر والهجرة.
طبعا بعد ذلك نقول لا تعارض، لا تعارض كما قال الشيخ الكرماني عليه رحمة الله بين حديث الباب وهذا الحديث. حديث الباب يتكلم عن حال الناس عند الحشر يوم القيامة، وهذا الحديث يتكلم عن حال الناس عن في الحشر، أو عن حال الناس في حشرهم في آخر الدنيا قبيل يوم القيامة. فبالتالي لا تعارض كما قال الشيخ الكرماني. يؤخذ من هذا الحديث، أو من هذا الحديث، من حديث الباب، تؤخذ منه أحكام. هذه الأحكام من ضمنها جواز مراجعة المستمع للعالم، حيث إن السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاه راجعت النبي صلى الله عليه وسلم. ويؤخذ منه أن النظر إلى العورة مستقبح وحرام، مستقبح وحرام. ويؤخذ منه كذلك أهوال يوم القيامة شديدة، كل إنسان ينشغل بحاله عن حال الآخرين. مصداق ذلك لقول الله سبحانه وتعالى: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وأخيرا، هذا ما وفقني الله سبحانه وتعالى إليه في هذا اليوم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تصل جميع المعلومات إلى أذهانكم، وأن يوفقكم، وأن يفتح عليكم جميعا فتوح العارفين بالله، وأن يوفقني جميعا وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.